لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها. فبكيت حتى قلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها. فغدت تقابلها بصبر أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. لم أنس إذ هتك حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشا جمرة من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها. أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. اتقل جيتك على ريحة الخوة أذبيتني على الغرب قوة قوة قوة. لا تقول ما عندك مروة
ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا مأخوذة يا حسين قوة، شوف الشمر بي اش سوى، صوت علم توني تلوى، اي والله صوت علم توني تلوى. يقول مشت وعيونها على حسين تربة تربة تربة، وخذت من دم عزيز القلوب تربة، يا هالناس الأخت ويا الأخ من الصغار، الأخيات ويا الأخ من الصغار، تربة تعوف شلون مرمي على الوطية، اي والله تعوف شلون مرمي على، يا الوطي، ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هنالك تقسيمات متعددة طرحت للذنوب والمعاصي، حيث وكما تعلمون الذنوب ليست على حد سواء، بعض الذنوب أشد من البعض الآخر. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أربعة في الذنب شر من الذنب. يعني هناك أربعة ذنوب يعدها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله شر من الذنب نفسه. ما هي هذه الأربعة؟ يقول: الاستحقار والافتخار والاستبشار والإصرار. هذه أربعة من الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وآله هي شر من الذنب. الإصرار كما تعلمون، أي الإصرار على الذنب، يعني الإتيان بالذنب وعدم التوبة، بل عدم تحديث النفس بالتوبة، كما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الرجل يذنب ولا يستغفر ولا يحدث نفسه بالتوبة، يسموه إصرار على الذنب. إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إياكم والإصرار، فإنه من أعظم الجرائر،
أعظم الجرائر هي حالة الإصرار على الذنب. الإصرار يؤدي إلى التعود والعادة، العبد إذا أذنب في اليوم أكثر من مرة تعود، حالة الكذب مثلا يوميا يكذب 3 مرات 4 مرات، يوميا يغتاب كذا مرة، شيء طبيعي. بعد ذلك تتحول عنده إلى عادة، يعني الكذب يتحول إلى عادة، الغيبة تتحول إلى عادة، إلى عادة عنده. وإذا تحول الذنب والمعصية إلى عادة لعله يصل إلى حد الملكة، وبالتالي يصعب اقتلاعه. ليس من السهل التخلص من الملكات، لهذا تجدون النصوص الشريفة تحذر من حالة الإصرار على الذنب، لأن الإصرار على الذنب يؤدي بالإنسان إلى حالة التعود، والتعود والعادة قد توصله إلى مرحلة لا يستطيع بعدها أن يقتلع الذنب والمعصية، لا يستطيع اقتلاع الذنب، لأنه تحول إلى ملك. مولوي عنده قصة لطيفة، يقول كان هنالك سارق محترف في السراق في السرقة، يذهب إلى السوق يسرق، إلى المسجد يسرق، حتى في بيته في داره يسرق من أفراد عائلته. فشك الناس أمرهم إلى القاضي، القاضي صدر قرار حكم بسجنه حتى يتأدب. وضع في السجن، لم يسلم السجان ولم يسلم من معه في السجن، كان يسرق منهم كذلك. شكوا أمرهم إلى القاضي، القاضي صدر حكم بالتشهير، قال هذا ما يفيد فيه إلا أن نشهر به حتى يحذره الناس. صدر الحكم، أعطاه لواحد وأمره بوضع الرجل على دابة والتطواف به في الأسواق في الطرقات بين الناس وتلاوة ذلك الحكم، قراءة ذلك الحكم، حكم التشهير. فجاء هذا الرجل يسوق الدابة واللص أو السارق على ظهرها، أخذ يطوف وهو يقرأ حكم القاضي، هذا الرجل السارق سرق من هذا الرجل اللي يقرأ، يعني حتى هذا ما سلم منه. فشكى أمره إلى القاضي، قال له هذا أيضا سرق مني. قال ماذا أصنع؟ لقد تحولت السرقة إلى ملكة عنده. أنا شو أسوي؟ شوف أحيانا الإنسان إذا يتعود على الذنوب والمعاصي قد تتحول هذه الحالة، حالة التعود إلى ملكة. ولهذا يأتي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه والقرآن، القرآن الكريم، ولم يصروا على ما فعلوا. القرآن حينما يتحدث عن المتقين يصفهم بهذا الوصف، ولم يصروا على ما فعلوا. إذن أول الأمور التي يحذر منها النبي صلى الله عليه وآله هي حالة الإصرار. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية يقول اللهم إني أعوذ بك من الإصرار على المعاصي. مو الإمام زين العابدين، لا، الإمام زين العابدين حاشا معصوم، يريد يعلمنا كيف ندعو الله عز وجل، نتعوذ بالله عز وجل من ماذا؟ من الإصرار على المعاصي. هي حالة الإصرار. الذنب الثاني الاستحقار، استصغار الذنب والمعصية. الإمام الصادق كان جالس مع أصحابه بعض تلامذته، قال إياكم والمحقرات. قام إليه رجل قال يا ابن رسول الله وما المحقرات؟
قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك. يعني يشعر بأن ما قام به إنما هو أمر بسيط، لا يستعظم الإتيان بالذنوب والمعاصي. هنا المصيبة، يعني الاستصغار أو الاحتقار، احتقار الذنوب والمعاصي ينطوي على روح الاستكبار. ما الذي أدى بإبليس إلى ما أدى به؟ هو حالة استحقار الذنب. إبليس لم يستعظم الذنب الذي جاء به، مخالفة الباري عز وجل، لم يستعظم، ما رأها عظيمة، رأى بسيطة، ولذلك سقط هذا السقوط. حالة الاستحقار والاستصغار، استصغار الذنب والمعصية، هذه حالة مذمومة، ذمتها النصوص الشريفة كثيرة، لأن الحالة الطبيعية عند هذا الإنسان هي حالة العبودية، حالة استصغار النفس أمام الباري عز وجل، احتقار النفس أمام الباري عز وجل، هي هذه الحالة الطبيعية. أما أنه يعصي ربه ولا يستشعر بعظم ذلك، فهنا الخطر، كل الخطر. لذلك في وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لأبي ذر، شير إلى هذا المعنى: يا أبا ذر انظر إلى من تعصي، ما تنظر إلى المعصي، انظر إلى من تعصي، من خالفت، لقد خالفت الجبار جل وعلا. من هنا تأتي النصوص الشريفة لتحذر من حالة استحقار الذنب أو استصغار الذنوب والمعاصي. حالة الاستصغار ممجوجة حتى عند الناس أنفسهم. الآن لو واحد يغلط في حقك، يغلط في حقك، بعد ذلك يعتذر، يندم أشد الندام، يلتمس منك العذر، تعذره. لكن لو أذنب في حقك أو أخطأ في حقك خطأ بسيط جدا، لكنه تعالى عليك واستكبر، ما تغفر له زلته. شوف أنت الآن، خلنا مثل بمثال حسي بسيط تقرب الفكرة. شوف، افترض مثلا أنت طالع من الدكان وعندك محمل بأكياس، زين، عندك شاري بضاعة بالأكياس تمشي، يجيك واحد يصدمك صدمة، فإيه أحسنت، هاي الأغراض كلها تتطشر تسقط على الأرض، لكن بمجرد أن يصدمك حالا يرجع إليك يلتمس منك العذر: أعذرني، ويبدو عليه يعني الندم والخجل. شيء طبيعي، المؤمن يشوف مثل هاي الحالة، حالة الندم عند هذا الرجل، يقول: لا ماكو شيء، ما صار لكل خير، يجمع يجمع أغراضه يمشي. لكن شوف أنت مثلا، افترض صورة أخرى، تمشي بالأغراض، يجيك واحد يعني يصدمك صدمة بسيطة جدا، فقط يعني يختل توازنك، لا الأغراض تتنثر ولا أنت تسقط، تلتفت إلى فلان لك: شنو صار؟ ما صار شيء، يعني يتعالى يتكبر وكأنه ما مسوي شيء. شوف، في مثل هذه الحالة ما تغفر له، مش ما تغفر له، لأنه لم يستشعر لم يستشعر خطأه، ما اعترف بخطئه وذنبه حتى بين الناس. شوف، في ساحة الباري عز وجل، العبد إذا أخطأ في حق مولاه جل وعلا، عليه أن يبرز ندمه، لا أن يتكبر يتعالى. حالة الاستحقار تنطوي على شيء من الاستكبار. هذا الذنب الثاني. الذنب الثالث الذي يشير إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو ذنب الافتخار، والذنب الرابع الاستبشار. شوفوا، البعض إذا أذنب ذنبا يفرح ويستبشر. أكو شريحة من الناس وللأسف الشديد تذنب الذنوب ولكنها تفرح، تستبشر، بل تفتخر، مو فقط تستبشر، لا تفتخر. أعطيك نماذج.
شوفوا يزيد بن معاوية لما دخلت عليه العقيلة زينب سلام الله عليها والإمام زين العابدين وعائلة الحسين، جلس على الكرسي وأخذ يفتخر مستبشر: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسد، لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشر، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. مستبشر، ملكة سيدة زينب قالت: جذلان مسرورا، عبر عنا بالجذلان المسرور. خب يستبشر بماذا؟ بهذه الجريمة البشعة، جريمة العظيمة. شوف أحيانا يجيك شخص يفتخر، يزيد كان يفتخر، عبيد الله بن زياد كان يفتخر، يفتخر. يا سبحان الله، شوف يصل الإنسان إلى هذا المستوى، إلى هذا الحد، حد الاستبشار، حد الافتخار بالذنوب والمعاصي. وهذه درجة إذا وصل إليها الإنسان والمستجار بالله سقط، سقط وانتهى. إذن هناك إصرار، هناك احتقار، هناك حالة الافتخار وحالة الاستبشار. شوفوا أكو حالات أخرى لا بأس أن نشير إليها، أكو حالة تسمى حالة التبرير، تبرير الذنوب والمعاصي. شوف يذنب الذنب ولكنه لا يعترف بخطئه وذنبه، وإنما يبرر ذلك الخطأ، يتعامل معاملة ربوية، يقول لك لا هذه بيع وشراء، يجلس مجلس يغتاب يقول لا هذه مجرد مزاح. يعني لا يعترف بذنبه وإنما يبرر الذنب، مسألة جدا خطيرة. القرآن الكريم أشار إليها في الآية التي صدرت بها الحديث، أشار القرآن الكريم إلى هذه الأصل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. شوفوا والتبرير الأسوأ من هذا التبرير: والله أمرنا بها. شوفوا هنا المصيبة، ينسبون جرائمهم إلى الله عز وجل. لعلي ذكرت لكم بالأمس عبيد الله بن زياد ماذا قال للإمام زين العابدين سلام الله عليه، حينما سأل عن اسم الإمام قيل علي بن الحسين، قال: أوليس قتل الله علي بن الحسين؟ لاحظ كيف. فقال الإمام سلام الله عليه: كان لي أخ يسمى علي بن الحسين قتله القوم. قال: بل قتله الله. الإمام سلام الله عليه تلا هذه الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال: أولك جرأة على الرد علي؟ شوف هذه شريحة ترى موجودة، موجودة حتى في الزمن الحاضر. الآن تشوف دماء الأبرياء تسفك، وبعد ذلك يبررون بماذا؟ بربع أن الدين يأمرنا بذلك. عجيب، أي دين هو هذا الذي يبيح لكم سفك دم، دم طفل صغير بريء؟ أي دين هذا الذي يبيح سفك دم امرأة ضعيفة؟ أي دين؟ واقعا مصيبة، هذه مصيبة، مصيبة التبرير، تبرير الذنوب والمعاصي. الإنسان العبد لابد إذا أخطأ أن يعترف بخطئه أمام ساحة الله جل وعلا، ويطلب العفو والغفران من الله عز وجل. إذا سلك ونحى العبد هذا المنحى، هذه مؤشر، مؤشر واضح على موت الضمير وموت القلب. لذلك تجدون يوم عاشوراء هذه النماذج التي انسلخت من الإنسان، سلخت انسلاخا كاملا من الإنسان، تركت آل الرسول، تركت خيرة الناس على البوغاء بلا غسل، بلا أكل، بلا مواراة. الشهيد لا يغسل، بلا مواراة، بلا مواراة. ترك الحسين سلام الله عليه
وآل الحسين وأصحاب الحسين سلام على البوغاء. لذلك زينب سلام الله عليها وقفت قبل أن تؤخذ يوم الحادي عشر من المحرم من كربلاء إلى الكوفة، وقفت تنظر إلى تلك الأجساد حتى خنقتها العبرة، صاحت: يا ابن سعد، أما فيكم رجل مسلم، أما فيكم رجل مسلم يواري هذه الأجساد؟ شوف حيرة العقيلة زينب سلام الله عليها وهي تنظر إلى أخيها الحسين على البوغاء، تقول: أظل ويا الجسم يا حسين، راسك من يروح وياه؟ أظل ويا الجسم يا حسين، راسك من يروح وياه؟ أظل ويا الجسم، أظل أروح ميسر ويا الراس، جسمك من يدفن هنا؟ أخذت تنظر إلى أخيها بتلك الحالة على البوغاء، صاحت: ودعتك الله يا ذبيح ما احتضب ما عنك يا نور العين، سافرت بيتام يا مقطع الأوصال، لو يحصل على هوى ما فارقت جسمك يا سلطان المدين، ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة، يا حجاب صوني وناقتي عجفة وهزي، ما حد بقى منكم يا عقلين التجيلة غير العليل وفوق ناقم قيدين. بقي الحسين على التراب ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. في اليوم الثالث جاء نساء بني أسد، مروا على المعركة، رأوا الأجساد الزاكية المطهرة على البوغاء، فرجعنا إلى أزواجهن، أخبرنا أزواجهن، ثم حثوا أزواجهن، قالوا: إن فاتتكم نصرة الحسين وآل الحسين فهبوا لمواراة أجسادهم. جاء بنو أسد، وضعوا عينا لهم على الطريق، وتقدموا نحو جسد الحسين، حاولوا أن يحركوا عضوا من أعضائه فلم يستطيعوا، وقف بعضهم يخاطب البعض الآخر: كيف توارون هذه الأجساد وأنتم لا تعرفونها وقد فرق القوم بينها وبين رؤوسها؟ بينهم كذلك وإذا بفارس قد خرج عليهم من بطن الصحراء، قد ضيق لثامه، نزل من على صهوة جواده، أخذ يمشي كهيئة الراكع حتى وصل إلى جسد الحسين، انحلى على الجسد الشريف، قال: على الدنيا بعدك العفو. ثم التفت إلى بني أسد: ما وقوفكم عند هذه الأجساد؟ قالوا: أخ العرب، جئنا لنتفرج. قال: أصدقوني، ما لهذا جئتم؟ لماذا وقفتم على هذه الأجساد؟ قالوا: أخ العرب، نصدقك، جئنا لمواراتها ولكننا لا نعرف لمن هذه الأجساد، حيث فرق بين أجسادهم ورؤوسهم. قال: أنا أعرفها، أعينوني. خطى بضع خطوات وخط خطا، قال: احفروها هنا حفيرة
حفروا تلك الحفيرة أنزل فيها 17، الله أكبر، جثة، 17 جثة في تلك الحفيرة. بعد ذلك عظم الله أجوركم، خطى بضع خطوات، خط خطا آخر، قال احفروا هنا، فحفروا تلك الحفيرة أنزل فيها 72، واستثنى جثة، 72 جثة استثنى جثة، شق لها ضريحا عند رأس الحسين، يعني بالجهة التي تلي رأس الحسين. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. ثم بعد ذلك تقدم كهيئة الراكع نحو جسد الحسين، فحف به بنو أسد. قال لهم، أخذ يخاطبهم، أنا أكفيكم أمره؟ قالوا أخ العرب، نحن اجتهدنا جميعا على أن نحرك عضوا واحدا من أعضائه فلم نقدر. فصاح بهم، أنا أكفيكم أمره، فإن معي من يعينني على دفنه. قام بأبي هو وأمي، رفع التراب وإذا بقبر مهيأ، ثم مشى نحو ذلك الجسد المقطع، وضع يده تحت ظهره، قال بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. رفع ذلك الجسد، وفي رواية أخرى قال علي بباريا. قالوا ولم يا أخ العرب؟ قال ليجمع علي أعضاءه المقطعة. أخذ يجمع تلك الأعضاء، يقول بعض بنو أسد، رأينا قد انحنى والتقط شيئا من الأرض، أدناه من فمه. أخذ يقبل ذلك الشيء ودموعه تجري على صحن خده. نظرنا، ما هذا الشيء؟ وإذا بنا نرى خنصر الحسين. إلا لم جميع وصالبوه، إلا انكسر وإلا نشا، حتى قطعت قلبه هي اللي استخرجوها، ما بقى غير الكرية مع الرمح يبر الحل. لفه حطه بقابره وقام يشمه بمنحر. يقول الراوي، وضع شفتيه على منحر الحسين، وأخذ ينادي طوبى لأرض تضمنت جسدك، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. ثم بعد ذلك أهال التراب على جسد الحسين. التفت إلى بني أسد، قال هل بقي أحد لم يدفن ويدري؟ صلوات الله وسلامه عليه. قالوا نعم أخ العرب، هناك بطل مقطع إربا إربا جنب المسنات. قام بأبي وأمي، يقول الراوي، جاء إلى صوب المشرعة وهو ينادي، على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، يا عمي يا عمي، اخلاف عينك سلبت نعداك، شيل الواك يا عمي، شيل الواك، شد المهار شد المهار، واجهر سيفك الفتاك، يشد المهر وشهر سيا
يا فتكك الفتاه شق له ضريحا دفن عمه العباس ثم تقدم نحو بني أسد قال يا بني أسد أما الحفرة الأولى ففيها أهل بيتي أما قبر الحسين فقد علمتموه وأما الحفرة الأولى ففيها أهل بيته وأقرب الناس إليه علي الأكبر ولده علي الأكبر وأما الحفرة الثانية ففيها أنصاره وأما القبر المنفرد فهو لحامل رايته حبيب بن مظاهر الأسدي وأما القبر الذي على المسنات فهو لأخيه وحامل لوائه أبي الفضل العباس فإذا جاءكم زائر فعرفوه بذلك ثم تقدم نحو الفرس أحاطوا به من أنت يا أخ العرب فقال وأما أنا فإمامكم زين العابدين جئت لمواراة أبي وإخوتي وعمومتي أحاطوا بي هذا يقول عظم الله لك الأجر ذاك يقبل رأسه ذاك يقبل يديه دفعة واحدة وإذا به قد اختفى المصيبة وين المصيبة هناك بالكوفة المصيبة عند تلك التي كانت تنتظر بفارغ الصبر قدوم الإمام المصيبة عند من افتقدت الإمام زين العابدين فأخذت تبحث عنه تبحث عن الإمام لم تجده بعد سويعة وإذا بالإمام قد أقبل وآثار الغبار على عمامته استقبلته العزيزة زينب يا حمانا أين كنت يا حمانا قال عم زينب عظم الله لك الأجر الآن جئت من مواراة والدي لطمت زينب على رأسها ونادت إلى الآن أبوك لم يدفن وأخاه وحسينا بلر دنشتك ما شربت يا دفا بخيت قلبي يوتركت حسين عطشا الله درنا به بنات الرسالة درنا حوله بنات الرسالة هذه تسأل عن ولدها تلك تسأل عن أبيها أخرى تسأل عن أخيها والإمام مطأطئ برأسه إلى الأرض أويلي إلا كل مولد جته تسايل عن ابنه ورملة تصيح بصوت وتصيح بغبنه العريس قل جنازته يا ولدي فنه الله يا قلب اشتحت ميل من فجعة البيت قال هنكسرتي والكسر ربك يجبره العريس بيدي نزلت جثته بقبره وياها اخوته موسدين فريد حفرة قلب شعب من شوفته مخضب الجفة وجت الرباب تصيح قلب من الوجل ذاب بلر دنشدك يا الذي واريت الأحباب عن نور عين حسين قبلتي لتراب شلت النبل عنه ونزلت الجسد زي بيا حال شفت اجسادهم يا نور عيني قالها بعرق قالت انشدك عن جنيني شفته بعينك قال بس لا تشعبيني واريت عبد الله يا يما بحفرة حسين الله زينب تسمع زينب تسمع تسمع النساء
كأنما أخذت تخاطب النساء: افرجوا لي افرجوا لي. تريد تسأل الإمام زين العابدين، عندها سؤالين، عندها سؤالان صلوات الله وسلامه عليها. اسمع اسمع اسمع، يفطران القلب هذان السؤالان. يقول: سمعت زينب نادت أنشدك يا علي نشدة، تقل عادة الميت يصير على الترب خده. عرفت المعنى أو لا؟ عرفت المعنى أو لا؟ أويلي أويلي، سمعت زينب نادت أنشدك يا علي نشدة، تقل عادة الميت يصير على الترب خد. قل شلون شلون دفنت أبوك حسين وهو راس ما عنده، جذب حسرة وهالدمعة وبقلبه زادت الصدعة. يقلها ومختلف وضعه: عم زينب ابدال خد حسين صار على الترب نحرة. بكت وتحسرت زينب تقل والدمع يجري: يا نور العين يا سجاد ضاق من الخبر صدري، أنشدك عن أبو فاضل ذاك اللي كفى الخدري. اسمع اسمع سؤال زينب، عن ماذا تسأل؟ قالت: شلت السهم من عينه ودفنت وياه شفيت، دقل الجود شاوين اجيت وما جبت وياك جود ورايت الخضرة. أخذ الإمام زين العابدين يبكي يبكي بقلب دام، أخذ يفصل لعمتي زينب ما رأى: كأني بالعقيلة زينب أخذت تنادي، شفنا اليموت يجي دافا. يحفر لقبور ويفصل أجفار، ما شفنا اليموت ظل عاريا. وتلعب عليه الخيل ميدان، وتلعب عليه الخيل ميدان. لسان حال الوديعة، وأسألكم الدعاء، لكن هذه الأبيات تفطر القلب واقعا. كأنما زينب أخذت تنادي: يا شيعة علي الحسين ما تنوصف أحواله، كفاية السهم المثلث شلع قلبه وشال. أين المنادي وحسيناه؟ سيدي يا صاحب العصر، اعذرني على قراءة هذه الأبيات. أويلي يا شيعة علي الحسين ما تنوصف أحواله، كفاية السهم المثلث شلع قلبه وشاء، وبقى عاري على التربان وداس الشمار. أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاربها يا الله،
يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ وسدد وأيد حماة الدين. اللهم ومن أرادنا بسوء فارد، ومن كادنا فكد، واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غريبا إلا رددته إلى وطنه سالما. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك العودة ثم العودة ثم العودة على هذه الليالي والأيام ونحن في أحسن حال. اللهم لا تجعله آخر العهد منا من إحياء ذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين، ووفقنا ما أبقيتنا لإحياء ذكرى أهل بيت رسولك صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نحب عمل الحسين فأشركنا في عمله. اللهم إنا نحب الحسين فاحشرنا معه، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة المباركة وأهدى بثوابها إلى أرواح موتاكم وموت المؤسسين، وموت المؤسسين الحاج حسين تغمده الله بواسع رحمته. اللهم احشره مع أوليائك، اللهم احشره مع أهل بيت رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم اجعله من رفقاء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. ورحم الله من قرأ لروحه وأرواح موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.